منصه الزميل العزيز حمدان بن سالم الجحافي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل حمد بن طويرش الوهيبي، ما زلنا نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة الذي يشهد هذه الانطلاقات لسن الإذاع. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى، انطلاقة شوطنا الثالث للأبكار وجائزة هذا الشوط سيارة بالانتظار. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة مع هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط بمقدمة الشوط وبالمركز الأول غزيلة لعبد الله بن مهير بالصايق المزروعي، هو في مقدمة الشوط ويعلن حضوره بالصايق مع القيادة والصدارة. المركز الثاني اللي من تتاتي في المركز الثاني السائحة تعود الملكية، السائحة لبيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري، ولكن التغيير يبدو من مزون من غيرت مع المركز الثاني. تعود الملكية لعلي بن صالح بن هادي المحامض اليامي من ينطلق ويقدم لنا مزون مع المركز الثاني. الدور دور المركز الرابع وراء الوصول هنا والتقدم الممتاز في هذه اللحظات من شواهين تعود الملكية لشواهين ليمعة بن عبيد بن محمد الراشدي مع المركز الرابع. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وراء الوصول والقدوم من الفائزة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يقدم لنا الفائزة مع المركز الخامس. سادس المراكز وصلت جواهر بطي بن علي بن محمد بن واصل اكتبي مع المركز السادس. المركز السابع أرى القدوم مشاهدين الكرام والوصول هنا من الشاهنية سعيد بن سويد. في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام من تصل وتتقدم وغيرت مع المركز السابع. نجوى السهيل بن احمد بن دري الفلاحي غيرت مباشره مع المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الاخر هنا من تصل مشاهدينا الكرام وتاتي بكل قوه بكل جداره في هذا الانطلاق والمسار. يا سلام، ارى الوصول من الخوار مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين وقدوم مع المركز التاسع في هذه اللحظات. أرى من تتقدم عسيلة سعيد بن منانة من يصل هنا ويقدم لنا عسيلة مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز وصول من سلهودة لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. هكذا النداء اكتمل للمراكز المتقدمة ولهذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، المسار الأول هنا والقدوم مع الصدارة. ما زالت غزيلة مسيطرة مع البداية، منطلقة بكل قوة، منطلقة بكل جدارة في مقدمة الشوط لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي. المركز الثاني هملول عبيد بن بخيت بن غنام الهاملي مع المركز الثاني ومن تتقدم في هذه اللحظات. ثالث المراكز، يا سلام من تغير في هذه اللحظات وتنتزع المركز الثالث من ترافق هملولة العبيد بن بخيت بن غنام الهاملي. يا سلام، الكوكب الثلاثية تشكل هنا بهذا الانطلاق مع المركز الثاني اللي هي مزون علي بن صالح بن هادي المحامض اليامي مع المركز الثالث. المركز الرابع نجوى تقترب مع المركز الرابع وتغير من مركز إلى مركز سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الخامس وصول وقدوم من الفائزة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يقدم لنا الفائزة مع المركز الخامس. المركز السادس أرى القدوم في هذه اللحظات والوصول مع المركز السادس. الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتقدم. هنا جواهر بطي بن علي بن محمد بن واصل اكتبي مع المركز السادس. المركز السابع هنا تتقدم الخوارة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. أرى الوصول من عسيلة سعيد بن منانة من يقدم لنا عسيلة. الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتقدم. الطموح الفوز والناموس والانتصار طعمه غير في مهرجان سمحة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة الذي يشهد هذه الانطلاقات. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة والعودة أحمد مع عسيلة. عسيلة مع البداية، عسيلة مع مقدمة الشوط، ما زالت مسيطرة. أو غزيلة لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي، ولكن هنا هملولة وصلت، هملولة وصلت، نجوى وصلت الفايزة. يا ترى كوكب رباعية مع البداية، قدوم من نزول، تعود الملكية علي بن صالح بن هادي المحامض اليامي
يا سلام، ولكن نجوى 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 مع البداية، نجوى مع المقدمة، تعود الملكية لنجوى السهيل بن أحمد بن دري الفلاح. يا سلام من ترافق نجوى هنا، تنطلق الفائزة، تعود الملكية لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل. يا سلام القدوم من هملولة عبيد بن بخيت بن غنام الهامل. يا سلام لمن الفوز صرع الأبطال صرع الأقوياء، لمن الفوز الخوارة وصلت ووصل الخيارين، يقدم لنا الخوارة، ديروا البال من الخوارة، مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، لمن الفوز لمن الناموس، نجوى مع البداية، نجوى ما زالت الأقرب، نجوى المسيطرة. يا ترى سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي هو من يحكم القبض مع الصدارة، مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، الفائز في المركز الثاني، كيلو متر أخير، لا بعد كيلو إلا السيارة، لا بعد كيلو إلا الناموس، لا بعد كيلو إلا الفوز. المركز الثالث هملول عبيد بن بخيت بن غنام الهام. يا سلام ولكن شوف شيء يا الحبس، يا سلام الطيارة الطيارة أول إذا على الطيارة، السيل بن سلطان بالعيب الرشيد الكتبي، ما يبنى الطاري إلا في الأمتار الأخيرة، ولكن هناك نجوى، نجوى مع البداية، نجوى مع المقدمة، ما زالت المسيطرة، ما زالت الأقرب بن دري، بن دري مسيطر مع مقدمة الشوط، الفايز مع المركز الثاني، هملول مع المركز الثالث، وأيضا وصول هنا وقدوم من الشاهنية، سعيد بن سويد بن زايد بن جشمان المنصوري وصل بالنصرة، الكل بدي ينطلق هنا قدوم من مياسة، صالح بن محمد بن نصرة العامري، نعود مع النجوى، نجوى 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 يا نجوى، هي في البداية، هي في المقدمة، نجوى تعود الملكية لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن هنا رجل المفاجآت قادم بكل قوة بالنصرة، صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا مياسة مع المركز الثاني، نجوى الأقرب، نجوى المسيطرة، انطلقت إلى الناموس، انطلقت إلى الفوز، لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. يا سلام صباحك ورد، صباحك فل يا أبو أحمد على هذا الفوز والإبداع والانتصار، تهانينا والناموس لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار، نجوى هي من تأتي مع المركز الأول وناموس هذا الشوط، المركز الثاني مياسة، صالح بن محمد بن نصر العامري المركز الثالث، من وصلت الشاهنية سعيد بن سويد بن زاد بن قشم المنصوري، المركز الرابع الطيارة سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، والمركز الخامس الفائز سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا التحدي والمتعة والإثارة والفوز والانتصار تذهب به نجوى وتهدي مالكها سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، من قدم لنا نجوى وهدته فوز وناموس هذا الشوط، تهانينا لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار. ها هي أمامكم الإعادة من مخرجنا أسام الهواري، شكرا على هذه الإعادة والملخص لهذا الشوط بالأمتار الأخيرة والتوقيت الزمنية الذي يوافينا بها بعد كل شوط. ها هي أمامكم نجوى من مسافة 6 كيلومتر 9 دقائق 23 ثانية 7 من الأجزاء، تهانينا لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من قدم لنا نجوى، وأسعد الله صباحك يا بن دري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني للمركز الثاني 9 دقائق 24 ثانية 5 من الأجزاء، تهانينا والناموس من احتلت المركز الثاني مياسة، صالح بن محمد بن نصر العامري. وفي ثالث المراكز كانت من نصيب الشاهنية لسعيد بن سويد بن زايد بن قشمال المنصوري، التوقيت الزمني 9 دقائق 28 ثانية جزء واحد يتيما من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الثاني لمالك الشاهنية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمال المنصوري، تهانينا والناموس للجميع.